كنت متوقع تنحي مبارك؟ شوفي حضرتك، إن لم يكن لأي سبب بسبب الظروف الصحية والنفسية، إنه خلاص ما كانش قادر يتحمل كل هذه الضغوط. وأعتقد لو الكلام ده كله، أعتقد إن هو لم يكن في كامل لياقته. يعني مش بس قبلها بثلاث اربع اشهر، يعني حضرتك لما ترجعي كده للجرايد يمر ساعات، يمر 10 ايام الرئيس لا يظهر. صحيح يظهر، وكان بيقعد في شرم الشيخ كتير. بالظبط، يعني عايز اقول ايه، ظروفه الصحيه كانت فرضت عليه. في السياسه يا استاذه لميس مفيش فراغ. النظام بتاعنا ده معمول ان الرئيس هو الترس الرئيسي في الموتور. إذا الترس الرئيسي ده ما بيشتغلش بالقوة الكافية تخش أطراف أخرى لملء الفراغ. فالفراغ اللي سابه تراجع صحة الرئيس دخلت أطراف أخرى. وهي؟ بغض النظر. الداخلية، أطراف أخرى دخلت لتملأ هذا الفراغ.